قرار البرلمان الأوروبي حول المغرب غير مقبول وغير مبرر. هذا ما أجمع عليه سياسيون ومحللون من كبريات المؤسسات البحثية الأوروبية. الكاتب والمحلل السياسي الإيطالي ماركو بارتو أكد على الاستقلال الثابت للقضاء المغربي وتوافقه مع جميع المعايير الدولية والديمقراطية وعلى التزام المملكة الراسخ بحقوق الإنسان. ودعا البرلمان الأوروبي إلى امتلاك الشجاعة وإصدار قرار حول منع 30 راهبا من زيارة تبحرين بالجزائر على الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان في المنطقة. ذات الموقف عبر عنه الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية طه عودة أغلو الذي أكد أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير حول المغرب يعتبر تجاوزا في صلاحيات هذه المؤسسة التشريعية وتدخلا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة. الكاتب والمحلل السياسي الفرنسي السويسري جان ماري هيت شدد من جانبه على أن البرلمان الأوروبي نصب نفسه كقضاء موز بنية الضغط على دولة أصبحت المحور الأساسي في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. ولم يخرج النائب الإسباني خوان فرناندو لوبيز عن نفس الموقف السابق وأعرب عن إدانته للتقرير الأوروبي ضد المغرب مؤكدا أن المغرب جار لا غنى عنه لأوروبا وإسبانيا. عميد معهد العلوم السياسية والقانونية والاجتماعية بجامعة مونديابوليس علي الحرشي وصف القرار المؤسف للبرلمان الأوروبي حول المغرب بأنه لاغ وباطل وبأن بعض اللوبيات التي تتعارض مصالحها الاقتصادية مع مصالح المغرب تحاول إغراء بعض أعضاء البرلمان الأوروبي متناسية أن المغرب يستفيد من الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2008. وهو ذات الموقف الذي يتقاسمه مع الخبير الإسباني في الشؤون المغربية خافير فرنانديز أريباس الذي شدد على أن قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب جزء من حملة متعمدة وغير ضرورية لتشويه صورة المملكة وتنميتها. في حين أكدت الخبيرة الأمريكية في العلاقات الدولية إريانا تسوكرمان أن قرار البرلمان الأوروبي ممول وأصحابه نصبوا أنفسهم محاربين من أجل العدالة الاجتماعية بهدف الإساءة إلى صورة المغرب والنيل من علاقته مع الاتحاد الأوروبي. المحلل الأمريكي كارفين دارك أكد أن المغرب أرسل رسالة واضحة لا لبس فيها من خلال مؤسساته التشريعية إلى البرلمان الأوروبي مفادها أن الشراكة يجب أن تقوم على الاحترام لا أن تأخذ بعدا أحادية. أما الخبير في الجغرافيا السياسية والكاتب الفرنسي جيروم بينارد فقد أكد أن المغرب وقع ضحية للانحراف السياسي للبرلمان الأوروبي مشددا على أن أعضاء البرلمان الأوروبي يخضعون لمجموعة ضغط أكثر من تفاعلهم مع ناخبيهم ومشكوك في شرعيتهم السياسية. كما أكد أن البرلمان الأوروبي يجب أن يصبح مرة أخرى هيئة معنية بالمصالح المشتركة لدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأن يتوقف عن شل عملية الحوار البناء باسم الفرضيات الإيديولوجية المنفصلة عن الواقع.